السلام عليكم واهلا بيكم محمد القرش. هنبدا انطلاقتنا الجديده من انطاليا. ليه انطاليا؟ لان انطاليا هي عاصمه السياحه في تركيا، وبلد في الحقيقه مناخها يعني مناخ بحر ما قبل المتوسط، يعني تقريبا معتدل طول السنه. فيها العديد من المنتجعات السياحيه والشواطئ المخدمه بشكل كامل. فيها مولات تقدر تتسوق بيها اكنك في اسطنبول او في انقره، وفيها اماكن ترفيه واخده شهره عالميه. وبالاضافه لكده هي بلد هاديه وما فيهاش ازدحام زي الازدحام اللي بنشوفه في اسطنبول. انطاليا فيها كمان حاجه حلوه كده اخواننا المصريين يعرفوها او اللي راحوا مصر كتير يعرفوها، بتجمع بين هدوء الغردقه وجمالها، وبتجمع بين اسكندريه وحيويتها وروعتها. ان شاء الله تعجبكم الجوله وتكون مفيده لكم. لو بتشوفنا من خلال اليوتيوب هنسيب لك الروابط بتاعه هتعرفك على انطاليا، فيها فيديو هعرفك على اشهر الشواطئ هناك وشاطئ كونيالتي، فيها فيديو هعرفك على مول اوف انطاليا وده من اكبر المولات هناك، ومجموعه مشروعات احنا بنرشح لكم اللي انتم بتشتروا فيها. ولو بتشوفنا من خلال الفيسبوك هنسيبها لك في التعليقات. اهلا بيكم، وان شاء الله تكون جوله مفيده، وان شاء الله اي استفسارات عن العقارات في انطاليا حاضرين. اهلا بيكم.